مين بيفكر يكون من القليل؟ والله ما في أهون منا، رفع الإيد والإيدتين والرجلتين كمان، ما في أهون منها. لكن مين صاحب همة من هلأ يعقد العزم على أنه أنا بدي صير من هالجوهرة؟ قال أهل الله رضوان الله عليهم، قالوا إذا ألهمك الله دعاء، دليل أن الله أراد أن يستجيب لك. الله ألهمك، اللهم اجعلني من أوليائك، معناته الله بتجعلي يجعلك ولي. سأل شو بدي أعمل؟ سلوك طريق الذكر، سلوك طريق الحب، بتصير من أولياء الله. واحد سيدنا سليمان دعا دعوة، وسيدنا نوح دعا دعوة. سيدنا نوح دعا أربع كلمات غرق الأمة كلها، غرق العالم. فانتصر لي إني مغلوب فانتصر، ثلاث كلمات إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى ماء الأرض وماء السماء على أمر قد قدر. وسيدنا سليمان دعا كمان، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هي دعوة وهي دعوة، فأنت مذهبك سليماني ولا مذهبك نوحي؟ نحن مذهبنا محمدي، محمدي. اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، مو العالي، الأعلى. بدك تصير محمدي هيك تدعي. إذا يا إخواني فكروا أولا أن الدنيا خلقت لك خزائن مفتوحة، فاملأ منها ما شئت. وإن كان أحمق ترك العمل، ترك الجمع واشتغل بتعباية البطن والحديث أو القول، من كان همه ما يدخله في بطنه فقدره ما يخرجه من بطنه. إذا همك البطن، من كان همه ما يدخله في بطنه فقدره، فهمتوها؟ فقدره ما يخرجه من بطنه. هذا الهم تبعك بياكل الطيبات ويخرج الخبائث، بيشرب المي الزلال وبيطالع البول. إذا هذا همك عرفت أدرك. أما واحد بيقول لا والله مو هذا همي، أنا شو همي؟ همي أن أكون دائما مع الله، الله معي، وأنا همي أكون دائما مع الله، دائما قريب من الله. اللهم اجعلني من أهل القرب إليك، ومن أهل الحضور بين يديك، ومن أهل الخشية إليك. اللهم أذق قلبي حلاوة محبتك، اللهم اجعلني من أهل طاعتك، اللهم اجعلني من أهل الصدق في التقرب إليك. أسأل الله، أدعي. فإذا الله ألهمك، ما ألهم الله عبدا الدعاء إلا هيأ له الإجابة. شوف شو الله عم يلهمك، تعرف حالك مين أنت، تعرف حالك مين أنت. الله يبعث لي شيء